شفافة سلمى بيرم، مصممة في الجلابيات، العبايات والجيلوري أيضا. فعالية إيجابية، يعني عدة بلدان تلتقي، دول العرب، يعني التقاء مع الديزاينر، مع سوق آخر يعني جديد. هي من كل شيء، من الشارع، من يعني التراث، تقاليد، I mixed with يعني different inspiration، تقليد مع المودرن مع التريندي. هي فكرة تصميم مميزة علشان كل رسم على يد، يعني كل قطعة ما تشبه الأخرى، قماش رسم على يد، يعني unique piece، علشان التوب رسم على شكل لوحة. يعني هي عندها 35 سنة وهي تشتغل هي إستوار دو سوا نبيلة بي، اسم أمي الديزاينر. يعني معارض خارج الإمارات، أيوة، خصوصا في باريس كل سنة نعرض مرتين في السنة، في الشتاء وفي الصيف، في إيطاليا وفي الجزائر، يعني وفي الكندا في الصيف. تكاليف الحرير ديجا هو كتير يعني راقي، القماش راقي، و يعني تكاليف معتبرة. أشكر فوشيا بالاهتمام بالديزاين والبراند. شكراً.